نحن كمواطنين قبل أن نكون مرشحين لا ناقة لنا ولا جمل في هذا الصراع، نقولها بالفم الملآن ونوصلها لأعلى مكان إلى أدناه في هذه الدولة المباركة. لسنا طرفا في هذا الصراع، ولا تدخلوا البلد في صراعكم، ولا تضيعوا مستقبل الشباب في صراعكم على السلطة وصراع أدواتكم. فالتعليم والصحة والإسكان والشوارع لا دخل لها في تولي فلان أو منازعة فلان له، ولا دخل لها باستخدام النواب واستخدام المرشحين في هذا الصراع الغبي الذي مر علينا في السنوات الماضية، صراع لا يختلف عنه وانجر له الأطراف وانجرت المعارضة غبية كما انجرت في السابق.